ببساطة ودون أي فلسفة، أريد أن أعيش وبكرامة. هذا هو القرار الذي اتخذته اللاجئة السورية في مدينة إربد الأردنية آسيا صالح. المعادلة بسيطة: تعملين، تنتجين، تحصلين على دخل، تصبحين غنية عن المساعدات، يحقق ذلك كثيرا من الكرامة. يقول المثل الشعبي السوري: إذا جارك بخير أنت بخير. آسيا صالح ربما أجرت تعديلا عليه ليصبح: إذا صديقتك بخير أنت بخير. وهذا ما حدث بالفعل، فمشروع آسيا في صناعة الأكياس القماشية خلق فرص عمل لثماني عشرة امرأة، يعني لتحقيق دخل ثابت وكرامة لثماني عشرة أسرة. هلا أنا كشعور يعني شيء كتير مريح، يعني إنه أنا بصحى الصبح أول شيء لأمن مستلزماتي أنا على الصعيد الشخصي يعني، وآخر النهار لما تروح وتحس حالك إنه عملت شيء، يعني كتير إشي حلو يعني تحط راسك على المخدة، خصوصاً نحنا بزحمة هالحياة هي الصعبة والمتعبة، فلو إنه يعني عم ساهم شيء بسيط، عم أعمل شيء يخدم هي البيئة يعني نتخلص من البلاستيك يعني. ثمة بديهية اقتصادية تقول إن أي إنتاج صناعي ناجح يجب أن يفيد المنتج والمجتمع في آن واحد، وهذا الأمر متحقق في هذا المشروع رغم بساطته. فهذه الأكياس تفيد البيئة التي تلوثها أكياس النايلون، وفي الوقت نفسه يفيد سيدات سوريات وأردنيات يعملن فيه إلى جوار آسيا. شغل كتير منيح، الواحد بصحى الصبح وبكون نشيط وبيجي على الدوام، بتعرف على ناس جداد وأشكال جديدة، وأنا كتير مرتاحة هون والحمد لله. المادية يعني نص نص، يعني نص إلي نص لأهلي يعني، فعاد إنه الحمد لله. والأهم من ذلك أنه يرفع من شأن المرأة، فهي هنا ليست منتجة فقط وإنما صاحبة مبادرة إنتاجية نافعة. البرنامج أيضاً بيركز على تمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل خاصة للسيدات في محافظة إربد، وبرضو بيركز وبلقي الضوء على أحد أهم المشاكل اللي هلأ كلنا عم نلاحظها، اللي هي ظاهرة التغيير المناخي. انتشار البلاستيك بالأردن كتير عالي، وأيضاً البطالة في الأردن كتير عالية. المشروع الذي أمن 18 فرصة عمل يأمل في نهاية المطاف في إنتاج ما يكفي من الأكياس لتحل محل أكياس البلاستيك بالمحال التجارية، خاصة إعلان الحكومة الأردنية الشهر الماضي عن مبادرة تهدف إلى إنهاء استخدام أكياس البلاستيك على مستوى المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.